السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الحضور الكريم, تحياتي لحضراتكم وأهلا بكم في منتدى شباب العالم الذي تؤكد نسخته الرابعة أن مصر تمثل جسرا للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب بين الشباب والخبراء. فالدولة المصرية وقيادتها دائم الحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الإقليمية والدولية للوصول لآفاق النمو المستدام والشامل.